مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج ما وراء الحدث. في الجزء الأول نتوقف عند أبرز ما جاء في مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بعد أن صادق مجلس النواب عليه، فيما نخصص الجزء الثاني لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة وأبرز التطورات السياسية والميدانية للحرب على قطاع غزة. لمناقشة الجزء الأول من البرنامج يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من طنجة الأستاذ رشيد ساري، وهو محلل اقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمان. أهلا وسهلا بك الأستاذ رشيد ساري معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من الرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق، وهو باحث في الاقتصاد وقانون الأعمال. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. الأستاذ رشيد ساري، نريد أن نتحدث أولا عن هذا القانون الجديد، ما أبرز الإصلاحات التي جاءت فيه؟ مساء الخير أستاذ الجوهرة، ومساء الخير لضيفي الكريم. أولا يعني أنا جد سعيد جدا بهذا القانون 22-24، لأننا انتظرناه طويلا، يعني منذ سنة 2002 عند إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار كان هناك مجموعة من القوانين، مجموعة من المخاضات، كانت هناك مجموعة من التقارير سواء للمجلس الأعلى للحسابات، سواء لمكاتب الدراسات أمريكية، وكذلك لا ننسى بأنه كانت هناك ملاحظات لصاحب الجلالة، آخرها كان في خطاب يعني افتتاح البرلمان للدورة الخريفية سنة 2022، ويعني أكد صاحب الجلالة على أنه هذه المراكز يجب أن تطلع بدور كبير. اليوم هذا يعني الجديد الذي أنا جد سعيد به، وأنه اليوم مراكز الجهوية للاستثمار لن تكتفي فقط بإنشاء أو تسهيل مساطر إنشاء المقاولات، ولكن يعني هناك عمل كبير اليوم من خلال يعني المصادقة على مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي يبلغ يعني الحجم أقل من 250 مليون درهم، وهو رقم جد مهم. كما أنه هذه في هذه النقطة تكون لها صلاحية التوقيع على اتفاقيات كذلك دكتور، صلاحية التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات، وهذا جد مهم يعني بالنسبة لي ثورة كبيرة يعني في هذا المجال. واليوم يمكن أن نقول بأننا يمكن هذا ميلاد جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، لأنه كانت هناك مجموعة من الملاحظات أنها تكتفي كما قلت بتسهيل مساطر الإنشاء، يعني كل ما هو إداري. اليوم أصبح دور يعني المواكبة، أصبح دور يعني أنه يعني الخوض في مجموعة من الاستثمارات، وبالتالي ستكون علاقة بالمقاولات هي قريبة وقريبة جدا. وأظن بأنه اليوم إذا تم تقوية يعني المؤهل أو العامل البشري بالنسبة لهذه المراكز، سوف نتمكن من أولا مواكبة مجموعة من المشاريع، وهذا سوف يصبح دوره الأساسي لهذه المراكز الجهوية للاستثمار، التتبع وكذلك يعني المساهمة بشكل كبير. من بين المسائل التي أتمناها اليوم يعني في يمكن أن نقول هذا المصطلح اليوم، المراكز الجهوية في حلتها الجديدة يجب أن تطلع بمهام أكبر من خلال يعني الاجتهاد في التعريف بما يتوفر عليه كل جهة من مقومات من يعني الفرص الاستثمار، وبالتالي لما لا حتى البحث عن تمويلات. اليوم طيب، كما قلت بأنه صفحة جديدة يجب أن تتمن، ويجب كذلك أن يعني هذه المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تعبأ في الجانب المادي وكذلك في الجانب البشري. طيب، السعادة التي تحدث عنها أستاذ رشيد ساري سنعطي أسبابها. دكتور بدر الزاهر، نحن نتحدث عن صلاحيات جديدة منحت بموجب هذا القانون لهذه المراكز، ليتك توضحها لنا. أول شيء يعني المراكز يعني أصبحت لديها سلطة مباشرة من قبل رئيس الحكومة، وهذا الأمر أيضا يضفي أو يوحي بمدى الأهمية التي تولي الحكومة لمسألة الاستثمار خاصة في بعدها الجهوي. ثم لا ننسى اليوم أن من بين الصلاحيات هي مسألة المواكبة والإشراف على الاتفاقيات التي تقل عن 250 مليون درهم، وهذا شيء مهم حتى يمكن لهذه المراكز أن تنطلع بدورها في المواكبة والمرافقة والإشراف والبحث عن تمويلات كما أشار إلى ذلك صديق رشيد قبل قليل. ثم لا ننسى أيضا
يعني المسألة التنسيق بين مختلف الفاعلين المرتبطين بمسألة الاستثمار الجوي، سواء تعلق الأمر بسلطات حكومية ولاة عمال أو غيرهم، حتى ممثلو المؤسسات العمومية والخواص والسلطات المنتخبة وغيرها. إذن صلاحيات واسعة اليوم منحت لهذه المؤسسة لكي تقوم بدورها على مستوى الترويج الاستثماري للجهات، على مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين، على مستوى تتمين الإمكانيات الاستثمارية للجهة، على مستوى المواكبة والمراقبة والتتبع والتخطيط. إذن هذا ما كنا نرجوه لهذه المراكز قبل ذلك، وهذا ما كانت مختلف التقارير تشير إلى أنه هناك مكامن خلل مرتبطة بهذه الصلاحيات ومرتبطة بهذه المساحات التي لم يكن بإمكان هذه المراكز أن تلجها أو أن تخوض فيها. اليوم أظن بأن هذا القانون يحدث تغييراً هادئاً من داخل هذه المراكز مع توزيع صلاحياتها، توسيع مجال تدخلها، وكل ذلك بالموازاة مع مشاريع أخرى، لأن اليوم كل هذه الصلاحيات التي منحت لمركز الجوي للاستثمار هي بالتوازي مع الصلاحيات التي يتم تنزيلها للجهات على مستوى على مختلف الأصعدة ومختلف المستويات، خاصة بالنسبة للسلطات المنتخبة. إذن هذا الأمر كما قلت يتم بالتوازي مع أبراج أخرى، وكذلك يتم بالتوازي حتى مع مجموعة من الأهداف الحكومية الكبرى التي تهدف إلى تعبئة أكثر من 500 مليار درهم كاستثمارات، تهدف إلى خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل، تهدف كذلك إلى أن تخلق تكامل استثماري واقتصادي بين مختلف الجهات، تأمل كذلك إلى الترويج والتسويق لإمكانيات مختلف الجهات. وأظن أن اليوم الجهاز والبنية التي لديها من الإمكانيات اليوم لتقوم بهذا الأمر هي المراكز الجهوية للاستثمار. طيب، ستوقف مع الأستاذ رشيد ساري عند نقطة مهمة لم نذكرها في التدخلين السابقين، والمتعلقة بالتأطير الكلي للاستثناءات التي تمنح خاصة في قطاع التعمير. هذه النقطة تمت الإشارة لها، من المهم أن نتوقف عندها الأستاذ رشيد ساري. هذه النقطة يجب الإشارة إلى مسألة جد مهمة، بأنه كانت هناك إشكالات يعني متعلقة بالعقار، يعني أنه من بين الملاحظات التي كانت يعني سابقا وتم الإشارة إليها خاصة من طرف مكتب الدراسات الأمريكي ماكنزي، يعني هذه يعني تقريبا عقد من الزمن، اليوم هذه المسألة سوف تحل، لأن كانت من بين الإشكالات العالقة. لا ننسى، وهذا جد مهم، بأنه اليوم من بين المهام التي يطلع بها المراكز الجهوية للاستثمار، يعني في إطار يعني المناطق الصناعية، يعني كانت تدبر بشكل لن أقول بأنها عشوائي ولم يكن، ولكن كان بشكل غير منظم، لأنه كانت تمنح يعني في إطار يعني التعمير كانت تمنح مجموعة من يعني من القطع من أجل الاستثمار بها، ولكن للأسف كانت توجه ليست للمجال الصناعي. واليوم من بين الصلاحيات التي أعطيت المركز الجهوي للاستثمار أنها تراقب بشكل دقيق ودقيق جدا إلى أين تتجه هذه الاستثمارات، هل إلى المجال الصناعي أم أنها سوف يكون لها هدف تجاري. اليوم يعني هذا المجال هذا أظن بأنه كانت يعني هناك مجموعة من الإشكالات، لأنه كان مجموعة من المستثمرين ما يؤرقهم هو الجانب التعمير، لم يكن هناك يعني مساحات أو هناك مناطق خاصة من أجل يعني لم يكن يعني مجالات من أجل يعني وضع مجموعة من الاستثمارات. اليوم أصبحت هذه الفرصة للجميع متوفرة. أظن بأننا اليوم يعني أنه إذا سمحت لي أستاذ جوهرة، لأنه كان تقارير قبلية يعني سنة 2015 كان مكتب دراسات تشالنج كان أشار إلى أنه من بين المعيقات التنمية في المغرب هو المجال العقار، مجال التعمير. اليوم أظن بأننا وصلنا إلى هذا المستوى المتميز من أننا وضعنا الأساس على أنه نحل هذه المعضلة، وأظن بأنه اليوم الفرصة من أجل الاستثمارات أصبحت يعني سالكة، لم يعد هناك يعني مشاكل كانت تعترضنا سابقا. طيب، لأن الاستثناء يبقى استثناء ولا بد أن لا يكون معمما وقاعدة متاحة للجميع. دكتور بدر الزاهر، أريد أن أتوقف عندك عند أجال الملفات، هل هناك اليوم إعادة النظر في هذه الأجال بحيث تكون في وقت محدد ويتم تجديد ربما وفق إطار قانوني وفق مهلة واضحة تماما يؤطرها القانون؟ دكتور الأزرق، أعتقد أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ الأزرق. الأستاذ رشيد ساري، فيما
طيب تعال يعود إلينا، أتحدث عن التدبير الزمني ومعالجة الملفات، هل هناك حديث عن تحديد هذه الأجال المتعلقة بالملفات؟ أكيد الأجل المرتبطة سواء الأجل المتعلقة بالبت في الملفات الموضوع رهن أنظار المراكز الجوية للاستثمار أو حتى تلك الأجل المرتبطة بالطعون، أظن بأن هذه كانت مسألة مهمة جدا تعرض إليها أيضا هذا التعديل، خاصة في الشق المتعلق بالأجل المرصودة للطعون، حيث رفع هذا الأجل من 30 يوما إلى 45 يوما، وأظن هذا أمر مهم جدا حتى يتمكن أو تتمكن من البت في أجل معقولة جدا وتعطي لكل الملفات التي تتعلق بالقرارات التي قد تبدو سلبية لهذه المراكز تعطيها كل الهامش الزمني من أجل التعرض إليها والبت فيها بشكل مقنع، وتقدم الحجج أيضا المرتبطة أو التعليقات المرتبطة بهذه القرارات الصادرة عن المراكز الجوية للاستثمار. وأظن أن مسألة الأجل اليوم هي مسألة جد ملحة، لأن حين نتحدث عن الاستثمار جد مرتبط بالزمن، جد مرتبط بالعامل الزمني، وأظن بأن حتى مسألة البت في الاستثمارات والبت في على مستوى اللجان الجهوية هي مسألة ضرورية ومسألة مرتبطة أول شيء بالمراكز الجوية للاستثمار، مرتبطة بالنصوص القانونية المحددة للأجل، ومرتبطة أيضا بإمكانيات المتاحة لهذه المراكز على المستوى البشري وعلى المستوى المعلومات وغيره. وأظن أن هذه المنظومة اليوم كلها بصدد إعادة النظر وبصدد تصحيح مساراتها، خاصة في الشق المتعلق بالرقمنة، ولكن شق آخر مرتبط بالموارد البشرية وقد أشار إليه أستاذ ساري في البداية، أظن بأنه يجب أيضا الالتفات إليه، لأن اليوم لا يجب أن نقف فقط عند مسألة تحيين النصوص القانونية. النصوص القانونية هي أظن البوابة والأرضية التي يجب تعديلها بشكل سريع، وأظن أن الأمر يتم الآن وفق الرؤى التي وضعت قبل ذلك من أجل جعل هذه المراكز أكثر نجاعة وأكثر فعالية. ولكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن مسألة الموارد البشرية، مسألة الرقمنة، هي جد مهمة حتى يمكن لهذه المراكز أن تؤدي دورها على أكمل وجه، وبالتالي يجب في المرحلة الثانية أن نتوجه نحو مسألة الرقمنة والموارد البشرية لأنها جد مهمة في هذا السياق. طيب كيف سيكون تأثير هذه اللجان التي تم إحداثها كذلك الأستاذ رشيد ساري على مناخ الأعمال؟ أي علاقة لمراكز الاستثمار مع تحسين مناخ الأعمال الذي لدينا فيه اليوم ميثاقا جديدا؟ إذا سمحت لي أستاذ جوهرة أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة أشار إليها الأستاذ بدر الزاهر، وهو استعمال التكنولوجيات الحديثة، لأننا نحن اليوم في حاجة إليها بشكل كبير. لأنه سأعطيك مثال، اليوم عندما نتحدث عن مراكز جوية في الأقاليم الجنوبية نتحدث عن 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 العيون كونكت وكذلك عن الداخل كونكت، أتمنى أن تعمم هذه العملية، يعني أن تعمم الجانب التكنولوجيات الحديثة من رقمنا من معلومات أنت يعني وتحديث يعني ما تتوفر عليه كل جهة. جوابا على سؤالك، أظن بأنه اليوم كما لاحظنا بأن اللجنة هي يعني مكوناتها إذا لاحظنا في قانون 22-24 نلاحظ بأنها يعني هناك مسؤولين رؤساء الجماعات، كذلك مسؤولين داخل العملات داخل الولايات، مديرين جهويين، يعني أنه من كل المكونات التي تساهم في يعني تنمية تلك الإقليم أو الجهة. هذا جد مهم، أي أنه اليوم نلاحظ بأنه جميع العناصر الفاعلة في منظومة داخل إقليم أو جهة أو عملة هي مشتركة في هذا الأمر. ما يكفي اليوم يعني أنه لاحظنا بأن اليوم أصبحت هذه المراكز الجوية تحت سلطة رئيس الحكومة، هذا جد مهم. هناك لجان وهناك كذلك، وهذا يجب الإشارة إليه، إضافة إلى المسؤولين الجماعيين وكذلك ممثلين السلطة يعني والمسؤولين الجهويين، هناك يعني حتى ممثلين عن الوكالة الوطنية للاستثمار والصادرات، أي أنه اليوم جميع العوامل من أجل إنجاح الاستثمار داخل أي جهة متوفرة. وأظن بأننا اليوم حتى نكون منسجمين، لأن اليوم هذا القانون وهذا لم نشير إليه من قبل، أن هذا القانون يأتي استجابة لعنصرين. أولاً هناك النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035، وكانت الحاجة ماسة إلى إحداث هذه التغييرات. ومسألة ثانية نتحدث عنها اليوم هي الميثاق الجديد للاستثمار، ميثاق بينك أنه هناك عدالة مجالية داخل جميع الجهات وباستثمارات تكون منتجة.
أظن بأنه من بين مفاتيح النجاح هو أن تكون هذه اللجان منسجمة فيما بينها وأن تكون فعالة من أجل استثمارات منتجة أقول وليست استثمارات غير نافعة. شكرا جزيلا لك الأستاذ رشيد ساري على كل ما تفضلت به. الشكر موصول كذلك لضيفنا من الرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق على كل التوضيحات. بعد قليل نلقاكم مشاهدينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج، نرجو أن تتفضلوا بالبقية معنا.